بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. للتو تقدمت باستكمال أوراقي للترشح لانتخابات أمة 2023، مرشحا عن الدائرة الانتخابية الثانية في مجلس أمة 2023. يبدو أن هناك من يريد أن يتحدى الإرادة الشعبية ويكون لها ند، والرد بسيط، أن الشعب الكويتي يستطيع أن يرسم لوحة وطنية أخرى واصطفافا آخر لإيصال كتلة تشريعية تستطيع بإذن الله أن تحقق طموح الشعب الكويتي. المواطن الكويتي يعيش حالة من اللا استقرار، فهو غير آمن في بلده. الكويت تنفق 10 مليار دولار والتعليم متردي في جميع مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي، بل ان الكويتية الوحيدة في العالم التي تمنع المواطن الكويتي ان يجمع بين الوظيفة والدراسة. المواطن الكويتي يشوف موارده المالية والاقتصادية متينة، واستغلال فقط 10% من مساحاته، بينما 90% من اراضي الكويت فاضية ولا يحقق ولا تحقق رغبة الأسرة الأولى، وهي الحق، توفير الحق في السكن الملائم له الذي يستحقه. المواطن الكويتي إذا تسمح لي كذلك يعيش حالة من الألم بسبب، وهذه اللي ذكرتها كلها نتيجة لأسباب، لعل أهم سبب أدى إلى هذه النتائج من الفوضى اللي نعيشها، من عدم تحقيق طموحه، من انه يشوف موارده يعني قاعد تستهلك دون خدمات يستحق المواطن الكويتي. يعني تخيل القطاع الطبي مثلا، الكويت تنفق 1.5 مليار دينار كويتي، الان المواطن يروح يشوف دواء يبي دواء ما يلقى.